Hello Rehan, Ahlan, this is the lesson report. Let's go and see what we did today. So today we did the new words, of course, and we did the verbs intensively, so we are done with the verbs. Let's go for the new words in sentences. Ana musta'id, u'murni. Ana waathiq fi ad-dars. أنا سأذهب إلى العمل الآن. أنا أحب لون السيارة. نحن نلعب. أنا مستعد لكي أتمرن. أنا أجري معك إلى العمل. نحن نجلس معا. نحن شاهدنا الفيلم. انظر إلى اليمين. يجب أن أذهب. Go for the new words here. الجو. رافع. تمرن. حاجز. صديق وأصدقاء. ركز. غادر. فعل. Now for the verbs, we did the whole possible conjugation of the verb شارب, it's to drink. Let's see. أنا كنت أشرب, شربت, أشرب, سأشرب, سوف أشرب. نحن كنا نشرب, شربنا, نشرب, سنشرب, سوف نشرب. أنت كنت تشرب, شربت, تشرب, ستشرب, سوف تشرب. أنت كنت تشربين, شربت, تشربين, ستشربين, سوف تشربين. أنتم كنتم تشربون, شربتم, تشربون, ستشربون, سوف تشربون. هو كان يشرب, شارب, يشرب, سيشرب, سوف يشرب. هي كانت تشرب, شاربت, تشرب, ستشرب, سوف تشرب. هم كانوا يشربون, شربوا, يشربون, سيشربون, سوف يشربون. So those are the possible conjugation forms. Hope you practice that and hope to see you soon. شكرا, مع السلامة.